بص، عندك كمان مثلا صحيفة مترو الإنجليزية قالت المغرب أصبحت المنتخب الإفريقي الأول اللي يصل لنصف نهائي كأس العالم، يعني مطيحة بمنتخب رونالدو للأسف. بص أنا زعلانة برضو لما بتيجي سيرة رونالدو بحاجة وحشة، هنتكلم في ده، لكن برضو عارف نهاية مش حلوة. يعني أنا بجد حزينة على النهاية اللي وصل ليها كريستيانو رونالدو، لأن مش ده أو مش دي النهاية اللي تليق بهذا النجم الأسطوري اللي لن يعوض بجد أو لن يكرر بسهولة. أكيد كلنا بنكرر بس لن يكرر بسهولة، في ناس بتتعوض بسهولة وفي ناس ما بتتعوضش بسهولة، بتاخد وقت طويل جدا عشان تلاقي زيهم. ف ده لو لقيت برضو، فكريستيانو رونالدو لا هيبقى في حتة على طول، لكن النهاية حتة معينة يعني، لكن النهاية أو الفينال بتاعه أنا مش عاجبني. وعلى فكرة هو سبب في ده، يعني أنت جيت فكرت دلوقتي، أنا اخترت نادي غلط كمانشستر يونايتد، وبعدين ما كملتش أصلا ولا حققت أي حاجة فيه، وكنت مشاغب إلى حد ما، وبعد كده قررت أن أنا أمشي، وفعلا النادي قال لك خلاص أنت هتمشي، وبعد كده رحت كأس العالم، وللأسف برضو هو مش عارفة اتظلم ولا لا، بس فكرة أنه ما يلعبش أساسي كريستيانو رونالدو في اخر كاس عالم ليه ما بيلعبش اساسي، برضو دي غريبه جدا. يعني. وللاسف الشديد، وهقول تاني للاسف الشديد، ده ما كانش فقط اختيار المدير الفني، يعني مش بس المدير الفني هو اللي عمل كده في كريستيانو رونالدو، لا ده كان في مطالب من جماهير البرتغاليه بتطالب ان كريستيانو ما ينزلش اساسي من الشوط الاول، انت غريبة متخيل؟ غريبة وقلنا أوي، الكلام ده الاسبوع اللي غريبة فات. أوي. فكون ان ده يحصل مع هذا النجم الاسطوري في النهايات بتاعته، انا شايف ان ده ظلم شديد. طبعا شفنا المشهد وهو بيبكي امبارح، كانت حاجه برضو محزنه جدا لعشاق هذا النجم اللي هم بالملايين. بالمناسبه احنا قلنا قبل كده طبعا كريستيانو رونالدو اعلى فولورز في العالم في السوشيال ميديا، تحديدا في الانستغرام يعني، فلا له عشاق من جميع انحاء العالم، كل صحيح الاعمار كل الجنسيات، فاكيد الناس هتبقى حزينه على النهايه بهذا الشكل. انا بشوف ان بجد، ويعني لو قلنا رأينا كناس بتحبه، انا شايفه ان هو يبتدي يقرر من دلوقتي، هل انت اعتزال دوليا احنا عارفينه خلاص، لكن هل انت هتعتزل كرة القدم ام لا؟ ولا الكلام اللي بيقول لك في نادي سعودي في كلام هياخده؟ طب انت كتير. حتى لو رحت وختمت مع نادي سعودي، شايف ان انت هتختم بنفس المستوى اللي احنا نعرف كريستيانو رونالدو عليه، ولا هيروح ويبقى برضه بمستوى قليل لا يليق بالختام بتاعه؟ ما دي تقلقك برضه، فاهم؟ طبعا طبعا يعني طبعا الواحد بيبقى عارف ان الاحساس انك تعتزل وانت بعد ما كنت نجم دي صعبه جدا، يمكن من اللعيبه اللي كده او النجوم اللي كده ابراهيموفيتش، بس ابراهيموفيتش اداؤه انا مش شايفاه اختلف قوي، يعني ابراهيموفيتش مستواه كويس جدا وفضل حتى 42 سنه مستواه كويس، ما خذلش حد، ما خذلش الجماهير بتاعته، ما فيش مره كده شفناه مثلا ما بيأديش ابدا في موسم او غيره، بس الوضع مع كريستيانو مختلف، ولحد دلوقتي انا مش عارفه ايه السبب بصراحه والله يعني. كلها بصي شطات حزينه اللي بنشوفها في الفتره الاخيره لكريستيانو رونالدو، لا تتماشى بالمره مع فكره ان احنا مش بنتكلم على لاعب، احنا بنتكلم على اسطوره بالمعنى الحرفي، فعلا ارقامه بتقول كده، تاريخه بيقول كده، مهاراته بتقول كده، اللي عمله مع منتخب بلاده وكل الفرق اللي لعب فيها بيأكد هذا الكلام. فاكيد من يعني ما كناش نحب نشوف الصوره الحزينه دي، يمكن الاستثناء الوحيد اللي خلانا ممكن نتغاضى عنها فكره ان المغرب في المقابل حققت الانتصار الكبير بالضبط اللي حققته يعني. امبارح ووصلت المربع الذهبي، لكن الحقيقه فعلا في ناس كتير قوي زي حالاتك كده نهاوند فعلا حزينه بالمعنى الحرفي، حزينه على ان ختاموها في حاله كريستيانو رونالدو، من الواضح كده انه ليس مسك فهو مبروك للاسف يعني. للمغرب، لكن احترامنا لكريستيانو رونالدو وهذا التاريخ الكبير بصراحة ما ينفعش احنا نقول غير كده. خلينا نكمل مع برضو الصحف المختلفة، في شبكة سكاي سبورتس العالمية كتبت كده كمان على موقعها، يعني قالت يوسف النصيري بيسجل هدف الفوز وبيرسل رونالدو خارج كاس العالم. موقع بي سوكر العالمي برضو قالت المغرب بتكتب التاريخ وتصعق البرتغال في ربع النهائي. فرانس 24 بتقول كتب المغرب المغرب تفوز على البرتغال وتصبح أول منتخب إفريقي في نصف النهائي، وصحيفة ماركا الإسبانية، إحنا بنجيب لحضراتكم الصحف المختلفة يعني من دول المختلفة، قالت المغرب صنعت التاريخ في كأس العالم 2022 ضد البرتغال. وصحف العالم كمان كلها اتكلمت طبعا على الفوز على كريستيانو رونالدو للأسف. يعني هنرجع نقول تاني أكيد إحنا بنحبه، لكن برضو على الصعيد التاني سعداء لدولة المغرب، ف يعني هيبان الفترة اللي جاية برضو. المونديال النسخه دي انا هوند بيورينا شطات كانت يعني الى حد كبير يتقال عليها غير مسبوقه، فكره ان انت تشوفي كريستيانو رونالدو وهو منهار وبيبكي
بحرقه شديده جدا، دي حاجه ما بتحصلش كتير. فكره ان انت تشوفي ميسي متعصب جدا دي حاجه ما بتحصلش كتير. دي نقطه كتير. على فكره هنتكلم فيها برضه. خدتي بالك من اللقطه دي اكيد؟ وقال لك اخطاء تحكيميه والله. ان الواحد سرح شويه قال لك ايه ده واحنا هنا ولا ايه؟ ده يكون الكلام ده في الدوري عندنا واحد.